وده هو ده الكلام برضو اللي عايزه اسال حضرتك عليه، الجرعه المعززه، لان الجرعه المعززه العالم كله شغال بيها، هل احنا بس الجرعه المعززه ستكون للفئات الاكثر خطوره ولا هنعممها على العالم على كل المجتمع يعني يا دكتور؟ هي ممكن تعمم، بس اشرح لحضرتك حته مهمه. احنا لسه ما كملناش تطعيم كل الفئات بتاع المجتمع. صحيح. نمره واحد. نمره اتنين، في الفترة اللي احنا كان بيجينا فيها تدفق في اللقاحات كان في يعني فئات كتيرة لسه ما خدتش التطعيم وما فاتش عليها او ما مرش عليها الفترة البينية الزمنية اللي هي في المتوسط 6 شهور الى 9 شهور عشان تاخد جرعة ثالثة او جرعة معززة. الفئات اللي احنا بدأنا بيها في الاول خالص لو تتذكري حضرتك، احنا كان عندنا لسه الطعوم او اللقاحات بتيجي بصوره متدرجه وكانت الكميات لسه مش كبيره قوي. بدانا الاول بفئات الكوادر الطبيه، ثم كبار السن، ثم اللي عندهم امراض مزمنه وهكذا. هم دول هنبدا يعني الفتره الجايه بالتدريج برضه وبنفس الترتيب ياخدوا الجرعه الثالثه او الجرعه المعززه. مع وضع في الاعتبار احنا لسه بنستكمل تطعيم بقيه فئات المجتمع. وانا بشكر حضرتك ان انت بتحفزي الناس للحصول على اللقاحات او الطعوم اللي هي متوفره حاليا وبسهوله ويسر ومجانيه، والدوله الحقيقه لم تبخل ولا لحظه في توفير هذه اللقاحات. الاطفال من 12 ل 15 يا دكتور هيطعموا ايه؟ فايزر ولا انواع اخرى؟ شوف حضرتك، هم النوعين اللي تم اجازتهم للاستخدام في هذه الفئه العمريه هو التطعيم الصيني وفايزر. فهم دول لقاحين اللي هيستخدموا في تطعيم هذه الفئة العمرية. فده بنتكلم على فايزر وساينوفاك اللي هو بيتم تصنيعه في مصر. بالظبط يا فندم.